الأوضاع المتشنجة بموضوع الحكومة عم تخلق تشنج أكبر على الصعيد الاقتصادي بالبلد، وصار خلل الهيئات الاقتصادية لإعادة الأمور إلى السكة. استمرار النزيف الحاصل على الصعيد الاقتصادي، وهالمرة سبب مش الوضع الأمني أو وضع المنطقة، ولكن الخلافات السياسية بين الأفرقاء اللبنانيين وشد الحبال بموضوع البيان الوزاري. أجواء عم بتزيد من جفاف الاقتصاد والنشاط التجاري يلي سجل بالنص الأول من شهر أدار تراجع 50% عن الفترة نفسها من 2013. الاستهلاك يمثل 80% من الناتج القائم، وبالتالي إذا انتكس هيدا بيرتب عواقب وخيمة على الاقتصاد. فإذا نحن نطالب السياسيين، يا سياسيين تحملوا مسؤولياتكم لمرة أخيرة، لأنه لبنان والاقتصاد اللبناني صار يعني على شفير الموت الفجائي. الموازنة عامة غائبة من 9 سنوات، الاستثمار العام هو ناقص، الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. نحن مستعدين للتفاعل مع أي حكومة، بس يعني اعطونا الحد الأدنى من التفاهم السياسي بيناتكم، وما بقى تختلفوا على جنس الملائكة أو الشياطين. ستبقى كل الهيئات الاقتصادية حلقة ضغط وتأثير لحتى هالحكومة تقدر أو أي حكومة أخرى تقدر تبلش تنتج المطلوب العمل فورا، ونحن بعتقد حاضرين لحتى ناخد كل المواقف اللازمة بوقتها لحتى يبلش العمل الحكومي المنتج، لنقدر نرجع نلتقط أنفسنا ونستفيد من هالصدمة الإيجابية اللي تشكيل الحكومة بلشتها. هي لقمة عيش المواطن رهن المصالح السياسية يلي على أمل يتغلب عليها الصالح الاقتصادي والاجتماعي العام.